إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن اتقوا الله أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، نكمل ما قد بدأناه في الخطبة الماضية من كلامنا عن جنة الله تبارك وتعالى. تحدثنا عن أهل الجنة، وتحدثنا عن طول الذي يدخل الجنة، وعن سن من يدخل الجنة، وعن ماذا يسكنون في جنة الله تبارك وتعالى، وتحدثنا عن ألوان النعيم الذي يتنعمون به في جنات رب العالمين سبحانه وتعالى. نكمل إخوة الإسلام كلامنا كما يقوله صلى الله عليه وسلم عن هذا البناء، هذه القصور وتلك البيوت وتلك وهذه خيمات لأبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يسكنون نصف الجنة، نصف أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، بل إنهم قد يزيدون عن ذلك في رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من أمتي، و40 من سائر الأمم. هذا إكراماً وشرفاً لأنك من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، أن تعيش عليها وتموت عليها، على التوحيد، هذا هو مفتاح جنة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا البناء: لبنة من فضة ولبنة من ذهب. هذه طوبة فضة وطوبة ذهب، البناء اللي يسكن فيه أهل الجنة. وملاطها المسك، المسك هو المونة اللي بين الطوب ده المسك. وحصباؤها، لما تدخل أرض الجنة تجد الحصى اللي في الجنة الياقوت واللؤلؤ والمرجان، الأحجار الكريمة اللي الإنسان الآن بيسعى إليها في الدنيا ليجد قطعة منها، هذه الحصى في الجنة، الحصى في الجنة. العشب اللي طلع في الجنة الزعفران كما يقول صلى الله عليه وسلم. لا يبولون ولا يتغوطون، لا يدخلون خلاء ولا يتمخطون، مفيش أي شيء من أنواع القاذورات أبدا. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن إخراجهم، هيأكلوا؟ ما هو بيعطى في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوة 100 رجل في الطعام وفي الشراب وفي الجماع،
في الجنة، طب يأكل زي 100 واحد، هيخرج هذا الطعام إزاي؟ قال جشاء، يخرج عن طريق ريح يخرج من الفم، ويخرج عرقا من الإنسان رش. هذا كالمسك يخرج من أهل الجنة، ليس هناك شيئا من هذا مما تراه. لما تنظر لقول الله تبارك وتعالى: ولهم فيها في الجنة أزواج مطهرة، أزواج مطهرة من كل شيء، فيش للمرأة هناك لا حيض ولا نفاس ولا أي شيء خالص من هذه الأمور، أزواج مطهرة. نساء الدنيا يوم القيامة اللي هم من أهل الجنة هم في درجة أفضل من الحور العين، لأن المرأة من نساء الدنيا مكلفة، وهذه لها مكانة كبيرة. تجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فقيل: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قال: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. يحسن الرجل إليهن طوال الدهر، ثم إذا رأت منه شيئا مكروه قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا وكفران العشير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها، خمس فروض، قال بالك من الشروط عشان تعلم زوجتك، تعلم بنتك، إذا صلت المرأة خمسها، خمس فروض بتوعها، وصامت شهرها رمضان، وحفظت فرجها، لم تزني ولم تفعل الفاحشة، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، كانت بتطيع زوجها، شروط، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. تعمل شروط دي المرأة، علموا هذا لبناتكم وزوجاتكم، أنها تصلي الخمس فروض بتوعها، لا تضيع الصلاة، وتصوم رمضان، وإن كان عليها أيام تصومها. السبب في هذا الشرط إن كتير تأتي لها المرأة العادة فتفطر أيام فريضة، ثم يأتي بعد ذلك المدة بين رمضان لرمضان إن يصوم الأسبوع أو الخمس أيام أو الست أيام دول فما تصومش. هذا هو المقصد من هذا الشرط، ما كل الناس بتصوم رمضان، هذا الشرط علشان هذا، إن المرأة تتم الفريضة، تتم فريضة الصيام، وحفظت فرجها من الفاحشة، لأن المرأة تكون الشيطان له سلطان عليها في هذا الأمر، أنه يستهوي المرأة لكي تصل إلى الفاحشة والعياذ بالله كثير. ثم أطاعت زوجها، شرط، لما تجد شروط تساوي الجنة يبقى الشروط دي مش سهلة. يعني أنت ممكن تسمع الشروط دي بالنسبة لك يا رجل تقول دي شروط بسيطة، حاجات بسيطة، إنما بالنسبة إن هي تساوي جنة عرضها السماوات والأرض يبقى الشروط دي غالية قوي، ومش كتير هينفذها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. مع هذا تجد هم أكثر أهل النار والعياذ بالله. هذه الجنة التي عندما تكون على سرر، السرر والأرائك والزرابي المبثوثة، تجد أنهار، في كثير جدا من الآيات تجد تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار
من ماء غير آسن، ماء ما بيتغيرش لونه، لا بيخضر ولا أي شيء بطول المكث بتاعه. فتجد أن كل شيء في الجنة بيخالف مين؟ ما في الدنيا. ماء غير آسن ما بيتغيرش، ولبن لم يتغير طعمه بحموضة أو أن هو اللبن ده يتغير بأي شيء، وخمر لذة للشاربين لأن خمر الدنيا ليست لذة للشاربين، وعسل مصفى. هذه الأنهار لها بحور، بحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بحر للبن وبحر للعسل وبحر للماء والخمر، كل شيء له بحر. والفردوس الأعلى هي وسط الجنة، سقف الفردوس الأعلى عرش الرحمن. الجنة 100 درجة، 100 درجة، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فال100 درجة دولا في وسط الدرجات دي تجد الفردوس الأعلى. خير الأمور دائما بتكون الوسط، هي أوسط الجنة وأعلى الجنة في المكانة، سقفها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. الأنهار جاية من الفردوس الأعلى. الإنسان لما يكون وهو على مكانه من تحتهم الأنهار، الأنهار دي تحته. طب الأنهار دي ماشية في أخاديد يعني مفحورة؟ لا، الأنهار دي ماشية من غير أخدود. سبحان ممسكها عن الفيضان، ماشية من غير ما يفحر لها أخدود عشان تمشي فيه. كل إنسان بكف ما يشتهي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. بسبب إيه؟ جزاء بما كانوا في الدنيا، بسبب الباء السببية، جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون عند الله تبارك وتعالى. بعدما يكونون في أماكنهم وينزلون في ملكهم وميراثهم في جنة الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى ينادي عليهم. أهل الجنة لهم سلام، السلام الأولاني وهم داخلين باب الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الخزنة اللي وفين ملائكة تسلم عليه، وهو سلم عليه قبل كده وهو في سكرات الموت، لما الملائكة تنزل الذين تتوفاهم الملائكة وهم داخلين البيت طيبين في الدنيا يقولون سلام عليكم. ده السلام وانت في بيتك بتحتضر الملائكة نازلة تقبض وروح تقول السلام عليكم، وانت داخل باب الجنة السلام عليكم ادخلوا الجنة. والله تبارك وتعالى السلام ينادي على أهل الجنة في أول لقاء وفي أول نظر إلى الله تبارك وتعالى، فينادي عليهم يا أهل الجنة سلام عليكم، سلام عليكم. فليس أهل الجنة يردوا له إيه؟ ليس هناك من رد أفضل من رد أهل الجنة في هذا الموقف، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ده رد السلام على الله تبارك وتعالى في الجنة، أول كلام يقوله الله تبارك وتعالى لهم هل رضيتم، هل رضيتم. في الجنة اللي بنتكلم عليها من الخطبة اللي فاتت وبنتكلم عليها بالأوصاف دي كلها، هل رضيتم.
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار. فيقول الله تبارك وتعالى ألا أعطي لكم أفضل من هذا؟ قالوا وما أفضل من هذا؟ أفضل من عنده. قال أن أرضى عليكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا. إن يقضوا رضا الله العش في الدنيا يطلب رضا الله تبارك وتعالى، أخذوا في الدنيا أن رضي الله عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما يرضى عنهم وأعد لهم جنات. لما تصل إن ربنا يرضى عنك في الدنيا يعد لك الجنة على طول. هكذا يكون الإنسان يأخذ الرضا في الدنيا ويرضى عنه الله تبارك وتعالى. أن أرضى عليكم فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا، ويكشف لهم الحجب وحجابه النور وينظرون إلى الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فما أعطوا من نعيم الجنة، إن عند كله شيئا أفضل عندهم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما مقدار الملك في هذه الجنة؟ اسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع العصايا لك ملك في الجنة خير من الدنيا وما فيها بكل اللي فيها، إن أنت يكون لك ميراث في الجنة. فعندما تسمع عن أقل أهل الجنة منزلة وهو آخر رجل يدخل الجنة وبعدها يذبح الموت بين الجنة والنار، كما يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت ككبش بين الجنة والنار، فينادى على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبوا، يبصوا على النداء، فيقول الله فينادى على أهل النار يا أهل النار فيشرئبوا ينظرون، فقال فيقال لهم تعرفون هذا؟ يقولون نعم إنه الموت. فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا على فرحهم، خلاص خلود، خلاص ما عادش حد هيطلع من النار يدخل الجنة، ده آخر واحد هو في النار. مرتكب الكبائر الذي يموت على التوحيد، وهذا الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يعذب أناس يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون إلى الجنة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل آخر واحد في النار بيدعو الله تبارك وتعالى منذ سنين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، يقول ماذا؟ يقول اللهم قشبني ريحها في النار وألهبني زكاؤها فأخرجني منها، طلعني من النار. الله تبارك وتعالى يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، لأهل النار هذا يقول أخرجني منها. الله تبارك وتعالى يقول له لعلني إن أخرجتك منها تسألني عن شيء بعدها، فيقول وعزتك وجلالك، حلفان لا أسألك عن شيء بعدها أبدا.
فالله تبارك وتعالى يخرجه فيخرج حبوا منها، بيحبج يقعد على شفير جهنم الحفية بتاعتها، وينظر إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطِ لأحد. فرحان إنه بس طلع من النار ما دخلش الجنة لسه. فتخرج له شجرة، شجرة عندها ماء، وأهل النار والعياذ بالله حلمهم شوية مية، اشربوا مية. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادوا عليهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ادولنا مية أول طلب. ليه؟ هم يأكلون في النار الغسلين، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين شديد الملوحة، فلما أهل النار يأكلوا الغسلين عايزين يشربوا مية، فيستغيثوا عايزين يشربوا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أما تجيله المية قبل ما يحطها في فمه تشوي وشه. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويرجعوا يأكلوا الغسلين ويرجعوا يطلبوا الماء ويأتي لهم ماء المهل. هذا عذاب النار. العقل فين مما نقوله الآن؟ هذا لما تخرج الشجرة وعندها الماء مش متحمل، فيقول وهو حالف، قال له مش هطلب شيء، قال: اللهم أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها، يعني أعد تحتها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تكن عاهدتني على ألا تسألني عن شيء بعدها، بعد أن أخرجتك من النار؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، مش متحمل أنه يطلب، عايز يطلب ويصل لهذا. فلما يدنيه الله تبارك وتعالى من الشجرة ويجلس تحتها، فتخرج له شجرة هي أعظم من الشجرة الأولى، فلا يتحمل ويقول: اللهم أدنني من تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيدنيه الله تبارك وتعالى برحمته فيجلس تحت الشجرة الثانية، فعندما يجلس عندها تفتح أبواب الجنة الثمانية، الأبواب تكون مفتحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفتح أبواب الجنة فيقول: اللهم أدخلني الجنة، فيدخله الله الجنة آخر واحد. فلما يدخل الجنة كل واحد نزل في الملك بتاعه، كل واحد القصور وكل شيء، كل واحد وده آخر واحد، فيظن أنها ملأة لما يدخل الجنة، فيقول: يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد نزل وأخذ حاجته. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ مثل الدنيا. فيقول لله تبارك وتعالى هذا العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ إن أنا هاخد ملكي وأنا آخر وآخر واحد، هاخد في هذه الجنة قد هذه الدنيا؟ الدنيا التي لا تستطيع أن تقيمها، تقدرش تقول دي قيمتها كذا، هاخد هذه قد هذه الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: ألا سألتموني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العزة تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى قال له: أما إني لا أستهزئ بك
بإذنك ولكني على ما أشاء قادر، قادر. ادخل الجنة ولك عشر أمثال الدنيا، ملك آخر واحد يدخل هذه الجنة. فلما يسأل من أعلاهم منزلا قال الله تبارك وتعالى: هؤلاء من ختمت على كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر أبدا، لم تستطيع كإنسان بشري عندك هذه الحواس المحدودة أن تستوعب ما أعده الله تبارك وتعالى لأعلى أهل الجنة منزلا. فاعمل لغد، لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من خمر ومن عسل مصفى، والخمر تجري رحيقا في مجاريها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. هذه جنة الله تبارك وتعالى أعدت وتجهزت لطالبيها، لطالبيها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أسأل الله الكريم الحليم أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. نسألك الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا كريم فيما جرت به المقادير، كما جمعتنا في هذا المسجد على طاعتك فاجمعنا جميعا في جنتك وأنت راض عنا، من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب. اللهم اهد زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا، واجعلنا جميعا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، من كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان لا إله إلا الله. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره الرحمات يا رب العالمين، ووسع له في قبره مد بصره، وأعلي درجته في قبره يا رب العالمين، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم يا كريم يا حليم بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على الطاعة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نجنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين.